Hello everybody, how are you? أهلا وسهلا فيكم بقناتي. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا لايك شير وسبسكرايب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. اللي حابب يقتني الفيديوهات في يتواصل معي عبر الواتس الموجود بصندوق الوصف. معكم أنا دعاء ديبو. Let's go. Unit 2 الوحدة الثانية Part 1 Listen and Read الجزء الأول استمع وأقرأ. The explorers were in the jungle. They could hear the birds and the animals. The path was very narrow. They walked slowly because they were tired. They stopped when it was dark. They drank some water because they were very thirsty. They ate some food because they were very hungry. Then in the morning, the explorers saw the lost city. They were very excited. طبعا هنا المستكشفون كانوا في الأدغال. هم استطاعوا سماع الطيور والحيوانات. الممر كان ضيقا جدا. مشوا ببطء لأنهم كانوا متعبين. توقفوا لأنه أصبح ظلام. شربوا بعض الماء لأنه كان هناك أو لأنهم كانوا عطشة. أكلوا بعض الطعام لأنهم كانوا جائعين. ثم في الصباح رأى المستكشفون المدينة الضائعة. كانوا متحمسين جدا. آخر مقطع I'd like to be an explorer too. Why? I'd like to be an explorer because I'd like to find lost cities in the jungle. I'd like to be famous. يقول هنا صديقنا أرغب أن أصبح مستكشفا أيضا. تقول له صديقته لماذا؟ أرغب أن أصبح مستكشفا لأنني أرغب أن أجد المدن الضائعة في الأدغال. أرغب أن أصبح مشهورا. Study box. They drank some water because they were thirsty. انظروا هنا إلى هذه الجملة. They drank some water because they were thirsty. هم شربوا بعض الماء لأنهم because الكلمة باللون الأزرق لأنهم كانوا عطشة. الجملة الثانية They ate some food because they were hungry. They ate some food. هم أكلوا بعض الطعام because لأنهم they were hungry كانوا جائعين. ماذا يقول زميلنا أيضا هنا؟ The explorers walked slowly because they were tired. المستكشفون مشوا ببطء أو مشى المستكشفون ببطء لأنهم كانوا متعبون. Okay. Part 3 Ask and Answer الجزء الثالث اسأل وأجب أو سؤال وجواب. السؤال لدينا Why did you go to the park? Why did you go to the park? لماذا ذهبت إلى المتنزه؟ لماذا ذهبت إلى المتنزه؟ طيب إذا أنا بدي أسألكم أنتوا يا صف الخامس Why did you go to the park؟ لماذا ذهبتم أو ذهبت إلى المتنزه؟ لماذا؟ هنا سوف أقول السبب، يعني سوف أقول أنا ذهبت إلى المتنزه لأنني أو بسبب، يعني because. أوكي، عندما نسأل ب why لماذا علينا أن نقول السبب، بسبب كذا أو لأن كذا وهكذا. Why did you go to the park؟ لماذا ذهبت إلى المتنزه؟ وهنا انظروا أيضا السؤال هو بالماضي البسيط، يوجد لدينا did. طيب ما الجواب هنا؟ أستطيع أن أقول I went. went هنا الماضي من go. I went to the park because I was bored. ذهبت إلى المتنزه لأنني كنت ضجر. مالل. طيب السؤال الثاني في اللوحة الثانية Why did you go to the beach؟ لماذا ذهبت إلى الشاطئ؟ والجواب عليك يا صف الخامس. هنا لدينا الجواب يجب أن يكون جملة ماضي بسيط، ولا تنسوا كلمة because. ذهبت إلى الشاطئ لأنني أو بسبب. اللوحة الثالثة Why did you go to the market؟ لماذا ذهبت إلى السوق؟
يكون الجواب so and so. okay. بإمكانكم الكتابة على جدول تعليقاتي على قناتي وأنا أطلع عليه. Part 4 talk about you. الجزء الرابع تكلم عن نفسك. هنا مجموعة من الأسئلة عليك أن تجيب عليها. السؤال الأول: Would you like to be an explorer؟ أنت يا صف الخامس، أحدهم يسألك: Would you like to be an explorer؟ هل ترغب أن تصبح مستكشفا؟ إذا كان جوابك yes عليك أن تجيب why، لماذا؟ وإذا كان جوابك لا، why not، لماذا لا؟ أوكي. السؤال الثاني: Would you like to be famous؟ هل ترغب أن تصبح مشهورا؟ إذا yes، نعم، إنه نعم أريد أن أصبح مشهورا، تقول لماذا، why، لماذا تريد أن تصبح مشهورا؟ إذا لا، why not، لماذا لا؟ أوكي. معاني الكلمات لهذا الدرس: لدينا جدول على اليسار explorer مستكشف، where كانوا، jungle أدغال، could استطاع، hear يسمع، path ممر، was كان، narrow ضيق، walk يمشي، walked مشى، because لأن أو بسبب، slowly ببطء، tired متعب، stop يتوقف، stop توقف، why لماذا، dark مظلم، drink يشرب، drunk شرب، thirsty عطشان، eat يأكل، ate أكل، food طعام، hungry جائع، then ثم، see يرى، saw رأى، lost ضائع، city مدينة، excited مثير، do like والتي هي اختصار لو would like يرغب، to أيضا، find يجد، famous مشهور. الجرامر الماضي البسيط طبعا، وهو عمل حدث في الماضي وانتهى. تتألف جملة الماضي البسيط من أولا الفاعل ثم فعل بالماضي ثم تتمية الجملة. I visited my grandparents. لتحويل فعل من حاضر إلى ماضي نضيف له ed. مثال play هو هنا بالمصدر، وضيف له ed يصبح played. visit بالمصدر هنا يزور، visited زارة. بعض الأفعال لا تقبل ed نسميها أفعال شاذة، مثال is و am لدينا تصبح was، لا تقبل ed. okay. الفعل بالمصدر infinitive verb. كيف يعني الفعل بالمصدر؟ الفعل بالمصدر هو فعل مجرد من الزمان، يعني أنا ما اشتغلت عليه لساته خام، ما اشتغلت عليه. مثال example عندي play visit go. هلا بالنقطة الثانية رح اشتغل عليه، ممكن اني انا اضيف لهذا الفعل اسم مفرد الغائب، بصير مثلا play تصبح place، visit visits، go goes، وهكذا. متى أضيف اس المفرد؟ في الحاضر البسيط معلوم، أو أضيف ing، play playing، visit visiting، go going. okay. هنا استخدمها مع الحاضر المستمر أو نحوله إلى ماضي. متى استخدمه في الماضي؟ في الماضي البسيط معلوم هذه الأشياء. كيف يصبح play played، visit visited، go went. okay. هنا أنا اشتغلت عليه، هنا أنا أعطيته أو ألبسته ثوبا من الزمان. okay. طبعا وكل منها على حسب استخدامه، يعني على حسب استخدام اسم المفرد لاي ان جي أو التحويل إلى الماضي. هذا هو الفعل بالمصدر. طبعا له استخدامات كثيرة، يعني مثلا بعد جملة going to فعل بالمصدر، بعد جملة will أو بعد كلمة will فعل بالمصدر. هناك استخدامات بعد does did do فعل بالمصدر، انتبهوا عليه جيدا واعتنوا به، إنه يحبكم جدا فحبوه من قلبكم. أوكي. Part 5 read and answer. الجزء الخامس اقرأ وأجب. لدينا قصة الملكة زينوبيا، The story of Queen Zenobia، قصة الملكة زينوبيا هكذا هو العنوان، The story of Queen Zenobia. سوف أقرأ النص. Zenobia was a very clever and beautiful queen who lived in Palmyra long time ago. Palmyra was the capital city of a great kingdom in the Syrian desert. طبعا كانت زينوبيا ملكة جميلة وذكية، عاشت في تدمر منذ زمن طويل مضى. تدمر كانت العاصمة للمملكة العظيمة
في الصحراء السورية. هكذا هو النص الأول أو الجزء الأول من النص. الجزء الثاني: Zenobia had a husband, King Odino. She had a son too. His name was Hibatullah. When her husband died, Zenobia became queen of Palmyra and her son became king. She was a strong woman and a very good queen and the people of Palmyra loved her. طبعا زينوبيا كان لديها زوج وهو الملك أوزينا. كان لديها أيضا ابن اسمه هبة الله. عندما توفي زوجها أصبحت زينوبيا الملكة ملكة تدمور وابنها أصبح الملك. كانت امرأة قوية وملكة جيدة جدا والشعب تدمور أحبها. المقطع الأخير من النص: The Romans were trying to control Palmyra, but Zenobia didn't accept this. There was a war between Zenobia and the Romans. The last big battle was near Homs and the Romans won. They took Zenobia to Rome by force and she never saw Palmyra again. الرومان حاولوا أن يتحكموا بتدمور لكن الملكة زينوبيا لم تقبل بهذا. كان هناك حرب بين زينوبيا والرومان والمعركة الأخيرة كانت كبيرة وكانت بالقرب من حمص وربح فيها الرومان. أخذوا زينوبيا إلى روما بالقوة وهي لم ترى تدمور مرة ثانية. لدينا هنا سؤال وجواب عن النص. طبعا السؤال من النص وللنص. أريد هنا أن أميز بين نوعين من الأسئلة نسميها أسئلة W question أو سؤال أداة الاستفهام تكون في بداية السؤال. ما هي أدوات الاستفهام؟ where أين why لماذا how كيف what ما أو ماذا وهكذا، تكون في بداية السؤال ويكون السؤال أو يكون الجواب بجملة كاملة، يعني فاعل فعل وتتمة. أوكي، هذا نسميه W question. أما النوع الثاني من الأسئلة نسميه yes or no question، يعني سؤال نعم أو لا، يعني الجواب رح يكون يا أما إيه يا أما لا. لدينا السؤال الأول: Where did Queen Zenobia live؟ أين عاشت الملكة زينوبيا؟ طبعا هنا سوف أحدد بأن السؤال بالماضي البسيط. كيف عرفت؟ did تدل على ماضي بسيط، إذن الجملة أو الجواب سوف يكون بجملة ماضي بسيط، فاعل فعل بالماضي وتتمة الجملة. من الفاعل هنا؟ عن من نسأل نحن هنا؟ عن الملكة زينوبيا. إما نضع الملكة زينوبيا كفاعل أو نضع شي، القرار لكم. الفعل هنا live وسوف أضعه في الماضي lived. إذن هي عاشت أين؟ ونضع الجواب. طيب السؤال الثاني: What was her son called؟ ماذا كان يدعى ابنها؟ ابنها صبي، إذن he was called ونضع الاسم. Number three: Did the people of Palmyra like the queen؟ هل أحب شعب تدمر الملكة؟ هل أحب الشعب الملكة؟ هنا نعم أو لا. لماذا نعم أو لا؟ لأن السؤال ابتدأ بفعل مساعد. ما هي الأفعال المساعدة؟ did do does am is are was where وهكذا. طيب ويكون أيضا الجواب مثلا سألت ب did، يكون الجواب ب did. نقول مثلا هنا فعلا هل الشعب أحب الملكة؟ نعم yes. نقول yes they did. Yes, they did. إلى من تعود they؟ تعود إلى the people، الناس، الشعب. Did، لأن السؤال ابتدأ ب did سوف أجيب ب did. سهلة. Number four: Was Queen Zenobia a good queen؟ سوف هنا أترك القرارات لكم. هل الملكة زينوبيا كانت ملكة جيدة؟ طيب number five: Where did the Romans take Queen Zenobia؟ إلى أين أخذ الرومان الملكة زينوبيا؟ Number six: Did Queen Zenobia visit Palmyra again؟ هل زارت الملكة زينوبيا تدمر مرة ثانية؟
معاني الكلمات الخاصة بنص زينوبيا. لدينا الجدول على اليسار: كوين ملكة، كليفر ذا كي، بيوتيفول جميل، هو من، بالميرا تدمر، جو مضى أو منذ، كابيتال سيتي العاصمة أو المدينة العاصمة، كينج دوم مملكة، سيريان السوري، ديزرت الصحراء، هازبند زوج، كينج ملك، سون ابن، هاف يملك، هاد ملكة بالماض، وين عندما، دايد مات، بيكم يصبح، بيكام أصبح. الجدول على اليمين: سترونج قوي، ومن امرأة، رومانس الرومان، تراي يحاول، تراينج أيضا يحاول مع اي ان جي، كنترول يتحكم، اكسبت يقبل، و حرب، between بين، last الماضي، battle معركة، near بالقرب من، when يربح، when ربح، take يأخذ، took أخذ، by force بالقوة، again مرة ثانية، called يدعى. مرحبا بكم مجددا في كتاب النشاط يونت 2 الوحدة الثانية part 1 read and match. الجزء الأول اقرأ وصل. يقول في المثال المحلول number one: حسام ate a sandwich because. حسام أكل الساندويتش لأنه he was hungry، كان جائعا، يعني أكل الساندويتش لأنه كان جائع. طيب number two: Lynn drank some juice because. لين شربت بعض العصير لأنها. number three: رندا went to bed early because. رندا ذهبت إلى الفراش باكرا لأنها. number 4: هاني read a book about explorers because. هاني قرأ كتاب عن المستكشفون لأنه. طيب هنا أنا قرأت 1 2 3 4، دعوني أقرأ A B C D. A أو A جملة A: she was tired، كانت متعبة. B: it was interesting، كان ممتعا. C: he was hungry، كان جائعا، هو كان جائعا. دي: she was thirsty، هي كانت عطشة. أصبحت سهلة هكذا، أليس كذلك؟ part 2 look and write. الجزء الثاني انظر واكتب. what did Fadia do yesterday؟ السؤال الرئيسي هنا: what did Fadia do yesterday؟ إذا حفظتم هذا السؤال وكررتموه عدة مرات سوف تتحسن المحادثة لديكم وسوف تتقنون اللغة الإنجليزية بشكل جيد. What did Fadia do yesterday؟ ماذا فعلت فاديا البارحة؟ لدينا هنا كلمتان تدلان على أن السؤال للماضي البسيط. أول كلمة هي did، أحسنتم. الكلمة الثانية yesterday، البارحة، أحسنتم. إذن هنا يجب أن أكتب جملة بالماضي البسيط، جملة ماضي بسيط. طالما هناك did فالجملة بجملة ماضي بسيط. مما تتألف جملة الماضي البسيط؟ فاعل، فعل بالماض، وتتمت الجملة. انظروا إلى الجملة number one: she made a cake، هي صنعت كعكة. she made a cake، she فاعل، made فعل بالماض وهو فعل شاذ لم يقبل إيدي، a cake تتمت الجملة. made طبعا هي الماضي من الفعل make. الجمل انظروا هنا إلى الصور والجمل هكذا هي أصبحت سهلة عليكم. انظروا إلى الجملة: ماذا فعلت فادية؟ من الصورة سوف تعرفون ماذا فعلت البارحة. أوكي، سهلة أليس كذلك؟ part 3 look and write. الجزء الثالث انظر واكتب. ايضا هنا علينا ان ننظر الى الصور ونكتب سؤال وجواب، ليس فقط جوابا او جملة، يجب عليك ان تسأل السؤال ثم تجيب عليه. لدينا هنا مثال: why did she go to the doctor؟ why did she go to the doctor؟ لماذا ذهبت الى الطبيب؟ لماذا؟ هنا لدينا why، لماذا؟ يجب أن يكون في الجواب because، لماذا؟ لأنه أو بسبب. طيب الجواب، دعونا نقرأ الجواب: she went to the doctor because she was ill. she went to the doctor because she was ill. هي ذهبت إلى الطبيب لأنها كانت مريضة. she فاعل،
went فعل بالماض لأن لدينا did في السؤال. انظروا إلى did في السؤال. To the doctor إلى الطبيب. هذه جملة. ثم نصلها بجملة ثانية مع كلمة because. because لأنها. انظروا إلى الجملة التالية. She was ill. She فاعل was فعل بالماض ill. تتمت الجملة لأنها كانت مريضة. أوكي. وهكذا أيضا بالنسبة إلى بقية الصور أو الجمل بإمكانكم الكتابة على جدول تعليقاتي على قناتي وأنا أطلع عليه. Part 4 read and answer. الجزء الرابع أقرأ وأجب. لدينا هنا سؤال لك أنت يا صف الخامس. Would you like to be an explorer؟ أيضا هنا يعاد هذا السؤال لك. Would you like to be an explorer؟ هل ترغب أن تصبح مستكشفا؟ Why؟ لماذا؟ Why not؟ لما لا؟ يعني إذا بدك تكون مستكشف ليش؟ لماذا؟ وإذا ما بدك تكون أيضا لماذا لا؟ أوكي؟ هلا هنا لدينا Would you like؟ طبعا إذا كنت ترغب أن تصبح مستكشفا تقول I'd like to be an explorer because أنا أريد أن أصبح مستكشفا لأن كذا وكذا. طيب إذا ما بدي يكون مستكشف قول I wouldn't like to be an explorer because أيضا. أوكي سهلة. Part 5 read and write. الجزء الخامس أقرأ وأكتب. قبل أن أبدأ هذا التمرين أريد أن أقول لكم شيئا. دائما التفكير البحث أشياء جيدة لكم جدا. يعني مثلا كلمة لا أعرف معناها أذهب وأبحث عن معناها. جملة نسيت كيف يتم تركيبها أو مما تتألف أيضا أعود أين يمكن أن أجد الصيغة لها أيضا أعود وأقرأ وأبحث وأفكر. أوكي أسأل أيضا تستطيعون أن تسألوا وهذا ليس شيئا معيبا. هنا سوف أقرأ الكلمات بالإطار الأزرق. was طبعا كان أو كانت. didn't like لم يحب. had كان لديه. were كانوا للجمع. lived عاش أو عاشوا حسب. دعونا نقرأ النص. سالم lived in Syria many years ago عاش في سوريا منذ عدة سنوات. he فراغ a happy man هو فراغ رجلا سعيدا. هي فراغ a kind wife and a young daughter هو فراغ زوجة لطيفة وابنة شابة. their names أسماؤهم فراغ هبة and فاطمة. هبة وفاطمة. هبة cooked dinner every day هبة طبخت العشاء كل يوم في الماضي يعني. But Fatima, لكن فاطمة فراغ هير فود طعامها. أصبحت سهلة يا صف الخامس. أيضا بإمكانكم الكتابة على جدول تعليقاتي على قناتي وأنا أطلع عليه. Part 6 Use your dictionary. القسم السادس أو الجزء الخامس استخدم قاموسك. انظر ماذا يقولون لك. كما قلت لك سابقا يجب عليك أن تبحث. الديكشنري القاموس الذي يعطي معاني الكلمات. يقول أيضا order these words رتب هذه الكلمات يعني سوف أرتبها ترتيبا أبجديا. أوكي مثلا بوم قصيدة رايتر كاتب كوين ملكة دارك مظلم إكسبلورر مستكشف باث ممر. طيب نمبر وان دارك أريد أن أسألكم لماذا وضعوا كلمة دارك في أول الترتيب؟ لماذا؟ إلى ماذا سوف أنظر؟ هنا يجب أن أنظر إلى الحرف الأول. سوف أرتب الأحرف الأبجدية A B C D D. إذن جاءت D قبل الأحرف الباقية أليس كذلك؟ طيب لنفترض أن هناك كلمتين لهما أول حرف D. إلى ماذا أنظر هنا؟ إلى الحرف الثاني وهكذا. سهلة أليس كذلك؟ طيب أيضا يقول هنا في الأسفل Find these words in the dictionary. Circle the correct answer. جد هذه الكلمات في القاموس. ضع دائرة على الإجابة الصحيحة. Number one. When is it dark? When is it dark? متى يصبح الظلام؟
at night في الليل أم in the day في النهار؟ قرار لك يا صف الخامس. طيب number two, what does an explorer do؟ ماذا يفعل المستكشف؟ ماذا يفعل؟ لدينا هنا إجابتين. He paints pictures، هو يرسم الصور، أم he finds new places، هو يجد أماكن جديدة. هنا يجب أن تضع دائرة على الإجابة الصحيحة. طيب number three, where can you find a bath؟ أين يمكنك أن تجد الممر؟ الممر يعني هو مكان ممر ضيق، ليس شارعا عريضا. هل نجده in the city في المدينة أم in the countryside في الريف؟ طيب السؤال number four, where can you find a poem؟ أين بإمكانك أن تجد قصيدة؟ in a book في كتاب أم in a shop في دكان أو في محل؟ number five, is a queen a man or a woman؟ هل الملكة رجل أم امرأة؟ a woman or a man؟ وأنا أثق بكم.